بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم ومرحبا بحضراتكم في مجلس جديد من مجالس العلم. ومجلسنا اليوم هو مجلس التفسير، والذي أشرف فيه بصحبة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد محمد الشرقاوي حفظه الله. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. مرحبا بالأخ الكريم، الله حياكم يكرمك. الله، بارك الله فيك. حضرتك منورنا والله. الله يكرمك أخي الله يكرمك. وأنتم أيضا. الله يكرمك. فالدكتور، لازلنا في رحاب تفسير جزء عامة، الجزء الأخير من القرآن العظيم، وكنا قد وصلنا إلى سورة الضحى، فنريد من فضيلتك أن يعني أن نفسر هذه السورة، أن تعرفنا بها، هل لها سبب نزول؟ يعني لماذا بدأ الله في هذه السورة بالقسم بهذا الوقت، وقت الضحى؟ هل هي مكية أم مدنية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذه السورة الكريمة سورة مكية، نزلت في مكة، وقد ورد في نزولها أن الوحي انقطع عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فقالت امرأة: يا محمد، ما أظن شيطانك إلا قد تركك، لم أره قربك منذ يومين أو ثلاث. قالت هذه المرأة هذا الكلام، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. تطيبا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، تطيبا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك هذه السورة كلها تلطف وتطيب قلب نبينا عليه الصلاة والسلام وبشارة له. الله أكبر. طب تأذن لنا فضيلة الدكتور نقرأها إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله، الله يفتح عليك. وعليك السلام. عليك ما شاء الله، صوتكم رائع. الله يكرمك دكتور، الله يكرمك دكتور. سورة رائعة، سورة جميلة، الواحد يحن إليها كلما قرأها، يعني يحن إليها أكثر، لأنها يعني نستشعر فيها حب الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فنريد أن تبحر فيها سيدي. والله هذا كلام طيب منك. الحقيقة هذه السورة يعني أسميها سورة الأمل. الله الله. سورة تفاؤل. الله أكبر. سورة الاستبشار. ولذلك سميت هذه السورة بالضحى. وهذا وقت يعني طلوع النهار. وارتفاع الشمس. وقت الإشراق. وقت الضياء. وقت الصباح، الإصباح. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة الكريمة تطيبا لقلب نبينا عليه الصلاة والسلام، وتثبيتا له، صلى الله عليه وسلم، وبشارة له. نعم. وقد صدق ربنا سبحانه وتعالى في كل ما قال. نعم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. نعم. كما قلنا قبل ذلك، هناك دائما تناسب بين القسم وبين المقسم عليه. عليه، أو بين المقسم به والمقسم. نعم. عليه. عليه. نعم. والتناسب هنا لما قال: والضحى والليل إذا سجى، أي سكن،
فالله سبحانه وتعالى كما ينقل عباده من حال إلى حال ومن وقت إلى وقت، وذلك يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى، نعم، وكمال اعتنائه بخلق، كمال عنايته بخلق سبحانه وتعالى، وكمال لطفه بهم، كذلك إشارة إلى لطف الله عز وجل بنبيه، نعم، ورعايته له واعتنائه به، نعم، وكمال قدرته سبحانه وتعالى. فقال ما ودعك ربك وما قلى. فالله تعالى لا يغفل ولا ينام، نعم، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر، نعم، هذا الكون، ويدبر أيضا أمر نبيه ومصطفاه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فقال ما ودعك ربك وما قلى، فالتأخير لحكمة، نعم، تأخر لحكمة، نعم. أيضا يعني نلاحظ التلطف مع نبينا عليه الصلاة والسلام، فتلك المرأة قالت يعني بصورة فيها جفاء وغلظة، ما أرى إلهك إلا قد، أو ما أرى شيطانك إلا قد تركك، نعم، منذ أيام لم يقربك. فكلامها ينم عن جفوة وعن غلظة، نعم، ولكن كلام ربنا سبحانه وتعالى يتجلى فيه اللطف والحنان، نعم، والرحمة. ما ودعك ربك، يا سلام، والوداع لا يكون إلا بين الأحباب، يا سلام، ولذا قال ما ودعك ولم يقل ما تركك، يا سلام، نعم، إنما قال ما ودعك لأن الوداع لا يكون إلا بين الأحبة، الأحباب، نعم، لا تركنن إلى الفراق فإنه مر المذاق، نعم، فالوداع لا يكون إلا بين الأحبة، فلذا قال ما ودعك ربك وما قلى ولم يقل وما قلاك، يا سلام، وهذا أيضا من كمال لطف الله عز وجل بنبيه في خطابه، وكأنه مش بيوجه له، وهذا يدعونا أيضا إلى التأدب مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وإلى التأدب مع سنته ومع ما جاء به. كيف الخطاب بتبقى حادة يا دكتور؟ نعم، أحيانا، نعم، لكن قال وما قلى ولم يقل وما قلاك، ولكن قال وما قلى، نعم، وللآخرة خير لك من الأولى، تلك بشارة عظيمة. وقد قلنا قبل ذلك إن كل ما وعد المولى عز وجل به نبينا عليه الصلاة والسلام أن يحققه له في دنيا قد تحقق، نعم، فقال العلماء وللآخرة خير لك من الأولى، أي ما زال نبينا عليه الصلاة والسلام يترقى من حال إلى حال أفضل منها، نعم، ينتقل من حال إلى حال أفضل منها، نعم، ومن توفيق إلى توفيق، ومن نصر إلى نصر، ومن عطاء إلى عطاء، ومن فضل إلى فضل، نعم، ومن خير إلى خير، هكذا كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني شهد بذلك أعداء الإسلام، وشهد بذلك غير المسلمين في حياته عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. كيف؟ يعني عندما قال حيي بن أخطب لما قدم إلى الموت، قال يا محمد أما والله ما لمت نفسي في عداوتي لك، ولكن من يخذل الله يخذل، وبالتالي من ينصر الله ينصر، يتكلم عن نفسه، يتكلم عن نفسه، من يخذ، لأنه شعر بأنه بالخذلان، نعم. وكذلك أبو سفيان عند فتح مكة لما قال للعباس لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما، فقال له العباس إنها النبوة يا أبا سفيان، يا سلام، يعني القضية ليست قضية ملك دنيوي فقط، وإنما هي ملك دنيوي، وإنما هي النبوة، نعم. وللآخرة خير لك من الأولى، وهذا أيضا ينطبق على أن عطاء المولى عز وجل لنبيه في الآخرة خير له من الدنيا، ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام زاهدا في دنياه، نعم. لما دخل عليه ابن مسعود فوجده نائما على حصير وقد أثر في جبينه، فأخذ يعني يتلمس هذا الأثر، ثم قال يا رسول الله ألا أمرتنا أن نفرش لك على هذا الحصير؟ فقال ما لي وللدنيا، وما للدنيا وما لي، ما أنا والدنيا إلا كراكب، استظل تحت شجرة ثم قام فتركها. يعني الواحد لو كان في الصحراء واستظل تحت الشجرة بعد ما يقوم بيأخذ الشجرة معه؟ لا طبعا، أم يترك الشجرة؟ يترك الشجرة. هكذا حال الدنيا، أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع.
وللآخرة خير لك من الأولى. وأعطاء الله عز وجل لنبيه ومصطفى في الدنيا لا حد له ولا حصر له، كذلك عطاؤه له في الآخرة. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إنكم ترون أرجى آية في كتاب الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أما نحن أهل البيت فإننا نرى أن أرجى آية في كتاب الله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وأعظم العطاء الشفاعة. نعم، يا سلام يا سلام. ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني لم يقل حتى يعني لم يقل لاحظ كلمة فترضى في الصورة الماضية ولسوف يرضى. دائما نجد يعني روابط ومناسبات بين كل صورة وبين الصورة التي تلي. هناك قال ولسوف يرضى، نعم، وهنا قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. حرص المولى عز وجل على أن يرضي حبيبه ومصطفاه عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذه البشارة لنا. يا سلام، هذه البشارة يعني تزيدنا طمأنينة وتزيدنا نعم يعني استبشارا. يعني العطاء في الآية دكتور المقصود بالعطاء العطاء الشفاعة، الشفاعة وكل ما يعطيه له في الآخرة. ولذلك كما قلنا يعني ما الذي الشيء الذي يعطيه لم يأتي في هذه الآية. صحيح، لأنه أعطاء واسع جدا لا يمكن أن ينحصر. الشفاعة والمقام المحمود والوسيلة منزلة في الجنة، أعطاء لا حدود له. والله تعالى يقول إن أعطيناك الكوثر. نعم، نهر في الجنة. نهر في الجنة، لكن هنا حدد ليس كأنهار الدنيا. حدد العطاء في هذه الآية، أما هذه الآية فلم يحدد العطاء. نعم، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولكن من أجل هذا العطاء الشفاعة. نعم، وما هي الشفاعة؟ ونحن لنا حظ من هذا العطاء. ما هي الشفاعة دكتور؟ شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام، الشفاعة الكبرى، أن يشفع لأهل الموقف جميعا. نعم، في دخول الجنة. وكذلك يشفع لأهل الكبائر من أمته. نعم، وكذلك يشفع أيضا للمؤمنين. يعني فالشفاعة لها مفهوم واسع. نعم، والشفاعة عموما إنما هي بحكمة الله عز وجل وبرحمة الله سبحانه وتعالى. نعم، شفاعة للخلق عموما في بداية الحساب. نعم، ثم شفاعة لبعض أصحاب الكبائر في الدخول للجنة. نعم نعم، وشفاعة للمؤمنين، شفاعة للخلق جميعا لدخول الجنة. نعم، لدخول جميعا الجنة، لا ليس لأهل الإيمان. نعم، هذه الشفاعة الكبرى لأهل الإيمان في دخول الجنة. نعم، شفاعة لأهل الإيمان في دخول الجنة. وهذه الشفاعة الكبرى. ثم أيضا الشفاعة للمؤمنين للعصاة. نعم، المذنبين. نعم، ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. على كل إنسان يعني قد يصاب بالإحباط أو باليأس أو بالقنوط، عليه أن يتذكر كيف كان الله عز وجل به رحيما فيما مضى. يا سلام. نعم، ولذلك قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم إنه كان بكم رحيما. كان بكم رحيما. نعم، يعني انظر إلى هذا، رد عظيم جدا. يعني واحد مرة بتسأل واحد من الدعاة في برازيل أو في أحد الدول، تقول له: يا شيخ أنا أريد أن أحدد اللحظة التي سوف أنتحر فيها. يا فرد عليه الداعية وقال: وهل أنت اخترت اللحظة التي ولدت فيها؟ يا سلام. فصفق له الحضور. يا سلام. فقلت في نفسي لما سمعت هذه الحكاية، قلت في نفسي: رد الله عز وجل أبلغ. يا سلام. ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. فما من إنسان إلا وكان الله به رحيما. الله أكبر. نعم، فلا بد وأن نستحضر أن الله تعالى كان بنا رحيما. نعم، ولولا أنه كان بنا رحيما لما وصلنا إلى هذه اللحظة التي نحن فيها، ولما وصل البائس أو القانط أو اليتيم أو الضعيف أو المسكين إلى هذه اللحظة. فكلنا في رحمات الله. نعم، وكلنا في لطف الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. لقد أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي. فعلى اليائس والبائس أن يستحضر نعم الله عز وجل عليه ورحمة الله سبحانه وتعالى به. نعم، فإن هذا مما يزيده طمأنينة وتفاؤل واستبشار. نعم. فقال: ألم يجدك يتيما فآوى. فهذه السؤالات الثلاث تقريرية تقرر ما سبق. نعم، ثم تمهد لما سوف يأتي. نعم،
ألم يجدك يتيما فآوى، لم يقل فآواك، ولم يقل ألم أيتمك فآويتك. وهذا أيضا من التلطف في الخطاب. لم يقل ألم أيتمك، ألم تكن ضالا فهديتك، ألم أفقرك فأغنيتك. ولكن انظر إلى لطف الله عز وجل، يا سلام، وإلى يعني هذا يعني الجلال والجمال، يا سلام، في خطاب نبينا عليه الصلاة والسلام. حب. ألم يجدك يتيما فآوى، شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون نبينا يتيما حتى يكون قدوة لكل يتيم. نعم. وأسوة لكل يتيم. يتيم. كيف أن الله تعالى رعاه في يتمه. نعم. ولم يتخلى عنه. نعم. كيف يعني جعل له من يكفله. فتكفله عم جده عبد المطلب، ثم من بعده عمه أبو طالب. نعم. فهذا من لطف الله عز وجل به. فعلى كل إنسان أن يستحضر لطف الله عز وجل به فيما مضى، فإن هذا مما يقوي قلبه ويثبته أمام المحن أو الابتلاءات. نعم. ووجدك ضالا فهدى، كما قال سبحانه وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي ولا شرائع الإيمان. ما معنى بمعنى ما معنى ضالا؟ أي حائرا. نعم. لكن كان نبينا عليه الصلاة والسلام موحدا ومؤمنا بالله عز وجل بفطرته السليمة النقية. تمام. كان من ولكن لو كان في حيرة. نعم. كان في حيرة من أمر هذا الكون وكيف وأحوال الناس، فالله سبحانه وتعالى أنزل عليه القرآن. نعم. وعلمه الكتاب والحكمة. وعلمه ما لم يكن يعلم. ووجدك ضالا فهدى، أي حائرا. فلا يمكن للإنسان مهما كانت فطرته سليمة ونقية أن يصل إلى تفاصيل الإيمان أو إلى فروع الإيمان أو فروع الشريعة. تمام. إلا بالوحي، إلا بهذا المدد الإلهي. نعم. بهذا الوحي الرباني. نعم. فقال: ووجدك ضالا فهدى، وتلك نعمة عظيمة من نعمه سبحانه وتعالى عليه. ثم قال: ووجدك عائلا، أي فقيرا. نعم. فأغنى، أغناه الله سبحانه وتعالى بمال عمه، ثم بمال السيدة خديجة. نعم. فقال: ووجدك عائلا فأغنى. في مقابل هذه الثلاث كذلك أيضا: وجدك عائلا فأغنى، الله سبحانه وتعالى أغناه بعد ذلك. نعم. في مقابل هذه الثلاث هناك ثلاث: فأما اليتيم فلا تقهر، هذا في مقابل ألم يجدك يتيما، يعني هي مناسبة للثلاث لا شك. يعني أن الإنسان يقابل الإحسان بالإحسان ويقابل الرحمة بالرحمة. نعم. فكما رحم الله عز وجل بك في يتمك، فأما اليتيم فلا تقهر. وكم أوصى نبينا عليه الصلاة والسلام باليتيم، وكم كفل من يتيم. نعم. كم تكفل من يتيم. صحيح. ويكفي أنه بشر كافل اليتيم بقوله: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين. يا سلام. فهذه إشارة إلى كفالة الأيتام. فأما اليتيم فلا تقهر، معنى القهر. هذا اليتيم يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى إحسان، يحتاج إلى اهتمام، يحتاج إلى معاملة حسنة، إلى رعاية مشاعره. نعم. لأنه قد حرم من أبيه، فيحتاج إلى حسن المعاملة. نعم. فلا تقهر، أي فلا تسيء في تعامله. فلا تزجره، فلا تنهره. نعم. فلا تقهر من القهر. نعم. وأما السائل فلا تنهر، لما قال: ووجدك عائلا فأغنى. وكذلك لما قال: ووجدك ضالا فهدى. فالعلماء قالوا: وأما السائل فلا تنهر. قالوا: السؤال هنا ينقسم إلى قسمين. نعم. سؤال المال وسؤال العلم، قالوا ينطبق أيضا على طالب العلم. تمام. فلا ينهره شيخه أو تمام. أستاذه. تمام. ولا يزجره، وإنما يترفق به. يا سلام. ولا يتعنت معه. مم. وإنما يكون به رفيقا رحيما. نعم. ويصبر عليه ويتحمله. طب بالنسبة للسائل الذي يسأل عطاء المال يا دكتور. نعم. أحيانا بيبقى في بعض الناس تنظر إليه تشعر أنهم لا يستحقون، رجل صحيح ما شاء الله يقدر يعمل ويكسب من المال الحلال. في الحالة دي يعني هل ممكن هنا حد مثلا ممكن يزعله أو ينهره بشكل ما، فهل هذا يجوز أم لا؟
يعني الحقيقة أن السؤال قديما كانوا يسألون الطعام، طعام هذا للجميع. نعم. يعني إذا سألك أحد الطعام فلا بد أن تقدم له الطعام، حتى ولو كان يعني حسن المظهر وحسن الهيئة، حتى ولو جاء على فرس. نعم صح. لكن هؤلاء الذين يتسولون المال ونعلم فيهم من لا يستحق، نعم، فهذه مسألة ترجع إلى تقدير الإنسان. نعم. وأن يجتهد في أن يضع الصدقة في يد من يستحقها بقدر ما يستطيع، فإن وقعت في يد من لا يستحقها فحسابه على الله. وعندنا القصة المشهورة، الرجل الذي قال لأتصدقن الليلة بصدقة فوقعت في يد سارق. نعم. فأصبح الناس يقولون تصدق على سارق، على سارق. أو تصدق على سارق. نعم. فقال الحمد لله، ثم جاء في الليلة الثانية وقال تصدقن اليوم صدقة فوقعت في يد زانية، امرأة يعني تمشي في هذا المنكر. نعم. فقال الناس أصبحوا يقولون تصدق على زانية. نعم. ثم جاء في الليلة الثالثة وتصدق بصدقة فوقعت في يد غني، فأصبح الناس يقولون تصدق على غني، يعني لا يستحق. فرأى في منامه، أو فأوحى الله عز وجل إليه في المنام، قال أما صدقتك فقد قبلت، نعم، وأما هذا السارق فلعله أن يتعفف عن سرقته، نعم، وأما تلك الزانية فلعلها أن تتوب، وأما هذا الغني فلعله أن يعتبر. نعم. نعم. فالإنسان يجتهد بقدر المستطاع، يعني على أي حال لا ينهره، يجتهد بقدر المستطاع على أي حال يا دكتور، لا ينهر السائل حتى لو غني أو لا. هذه مسألة أساسية، كونه أعطاه أم لم يعطه لا ينهره، هذه ليست المشكلة، الأصل أن يعطي، الأصل أن لا يرد سائلا. نعم. هذا هو الأصل، ولكن إن رأى أنه لا يستحق فهذه مسألة ترجع له. لكن المتفق عليه فلا تنهر، أي فلا تزجره، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، حتى ولو أعطاه لا يزجره ولا ينهره. نعم. هذه مسألة مهمة جدا. نعم. قد ترد السائل بالمعروف، كلمة طيبة، قول لين. نعم. ولكن إياك وأن تزجره. نعم. إياك وأن تنهره، وأما السائل فلا تنهر. وهذا ينطبق أيضا على طالب العلم أو على الذي يسأل في أمور الدين، فلا بد أن يعني يجيب العالم عليه إجابة شافية كافية. ثم قال وأما بنعمة ربك فحدث. ليس من باب التفاخر. نعم. والتباهي، وإنما من باب الشكر والامتنان وتعظيم المنعم سبحانه وتعالى. أحيانا بعض الناس تخشى من التحديث بالنعمة للحسد، فهل هذا يجوز لهم أم الأفضل يحدث بالنعمة التي أنعم الله بها عليه؟ الأصل أن يتحدث الإنسان بنعم الله عز وجل عليه. تمام. لا من باب التفاخر كما قلت، وإنما من باب شكر الاعتراف المنعم سبحانه وتعالى. نعم. وهذا يشمل النعم الدينية والنعم الدنيوية. يا سلام. نعم. وهذا دأب الأنبياء والصالحين. نعم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. يا سلام. نعم. الذي فضلنا على كثير من عباده. نعم. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. بمعنى أنني لا أقول هذا تفاخرا. صحيح. وإنما أقول هذا امتنانا واعترافا بشكر الله عز وجل، وبيانا لمنزلتي عند الله سبحانه وتعالى. تمام. فهناك فرق بين أن يعترف الإنسان بنعم الله سبحانه وتعالى، وبين أن يتحدث من باب الافتخار، أنا عندي في البنك مليون، أنا عندي كذا، أنا عندي عقار، أنا عندي كذا، فيكون حاله كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، وكما قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. نعم. لكن عليه أن يكون كما قال سليمان عليه السلام عندما يعني جاءه عرش بلقيس أو ملكة سبأ، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وكما قال لقمان، أو كما جاء في قصة لقمان، ولقد أتينا لقمان الحكمة. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى يعني بيّن أنه آتاه بفضله سبحانه وتعالى. تمام. أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. فالتحدث بنعمة الله عز وجل عليه أمر مهم، وليس فقط التحدث بنعمة الله، وإنما التظاهر بهذه النعمة. الإنسان يرى عليه أثر نعمة المولى. نعم. عز وجل عليه. نعم. لما جاء رجل إلى رسول صلى الله عليه وسلم بثياب رثة فقال له يا فلان ألديك مال؟ قال نعم يا رسول الله من كل مال. قال فإذا أعطاك الله مالا
فليرى أثر هذه النعمة عليك. نعم. نعم، ننتقل إلى سورة الشرح. بإذن الله تبارك وتعالى. يعني هكذا انتهينا من سورة الضحى. نعم. إن شاء الله أقرأ سورة الشرح وحضرتك تتفضل بالتفسير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه السورة الكريمة تسمى سورة الشرح، واسمها يدل عليها، كما السورة الماضية تسمى سورة الضحى. نعم. كأن هذا الاسم أيضا يدعو إلى التفاؤل وإلى الاستبشار وإلى الأمل وإلى يعني الترويح عن النفس. نعم. والتسليع عن القلب. ألم نشرح لك صدرك. نعم. تبدأ هذه السورة بهذا السؤال تقريري التأكيدي استكمال الأسئلة. ألم نشرح لك صدرك، كأنها يعني متصلة بما قبلها. تمام. نعم. ألم نشرح لك صدرك تشير إلى تلك العملية الجراحية، أول جراحة قلبية في تاريخ البشرية. نعم. لنبينا عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. حقيقة مادية. نعم، بل تكررت مرتين. نعم. المرة الأولى عندما كان صغيرا وجاءه ملكان وأضجعاه ومعهما طس من ذهب. نعم. وفيه ماء وأضجعاه وشق صدره واستخرج منه حظ الشيطان علقة، ثم يعني غسل صدره بماء زمزم ثم عاد إلى ما كان عليه. نعم. كان شيء لم يكن. نعم. عملية جراحية. نعم. ربانية. ملائكية. سبحان الله. المرة الثانية عند أو قبل رحلة الإسراء. نعم. عندما جاءه أيضا ملكان ومعهما طس من ذهب وشق عن صدره وغسلاه بماء زمزم تهيئة لتلك المهمة العظيمة والوظيفة. نعم. التي لا يمكن لبشر أن يقوم بها. يا سلام. نعم. لدرجة أن المخيط كان يظهر على صدر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. نعم. ألم نشرح لك صدرك. نعم. تقرير وتأكيد. نعم. وليس فقط الإشارة إلى هذه العملية، وإنما أيضا شرح السطر، شرح الصدور. نعم. كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. نعم. أي ألم نشرح لك صدرك بالإسلام، ألم نشرح لك صدرك لقبول الحق. نعم. ألم نشرح لك صدرك، يعني سنقول لك وسع صدرك. أيوه. وسع صدرك. بالضبط. بمعنى أن الإنسان يتسع صدره، يتحمل، يصبر. ألم نشرح لك صدرك، كما قال ربنا في كتابه الكريم: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. نعم. وقال لنبيه: ألم نشرح لك صدرك، بينما طلب موسى عليه السلام الكليم أن يشرح الله عز وجل له صدره. رب اشرح لي. قال: رب اشرح لي صدري. صدر. نعم. وهذا يدل على فضل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. فغفر الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهل للنبي ذنوب؟ يعني من المقرر أن الأنبياء معصومون. نعم. من الكبائر، لا يمكن أن تقع الكبيرة من النبي بأي حال من الأحوال. نعم. ولكن فيما قبل النبوة قد تقع منه صغيرة ولكن بغير تعمد. نعم. أو ليست من الصغائر الخسيسة المنفرة. نعم. فقد يقع منه من هذا القبيل، وربما وقعت منه أيضا بعد النبوة، يعني مثل ما يقولون يقع منه مخالفة ما يخالف الأولى مثلا. تمام. ولذلك يقول العلماء: حسنات الأبرار سيئات المقربين، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يستعظم الشيء وإن كان صغيرا هينا. نعم. لكنه يراه عظيما. نعم. فلذلك قال: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. تمام. ثم قال: ورفعنا لك ذكرك.
فنلاحظ هنا يعني ترتيب، التنقية قبل التنمية أو التخلية قبل التحلية. صحيح. فقال ورفعنا لك ذكرك، وهذا يعني شرحه يطول. فجعل الله سبحانه وتعالى ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة، جعل الثناء عليه والبشارة به في الكتب السابقة، فما من كتاب إلا وبشر به وأثنى عليه، وما من رسول إلا وأخبر عنه وبشر به. كما جعل الله عز وجل الثناء عليه، الثناء العطر عليه في كتابه الكريم، في القرآن الكريم. كما جعل الله سبحانه وتعالى الثناء عليه على كل لسان من ألسنة المؤمنين. كما قرن اسمه باسمه في كتاب الكريم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بل وفي الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. ولذلك قال حسان بن ثابت: أغر عليه من النبوة خاتم، من الله نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم. ورفعنا لك ذكرك. نعم. فإن مع العسر يسرا. نلاحظ هنا يعني أيضا يعني ما يأتي الآن يقرره ما سبق، يعني ما سبق تقرير لهذه الحقيقة. نعم. كما أنه تعالى يأتي بالقسم ليقرر به حقيقة. نعم. فقد جاء هنا بهذه التساؤلات التقريرية ليؤكد هذه الحقيقة القرآنية. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكأن هذه الآيات قد نزلت ونبينا عليه الصلاة والسلام يمر بضائقة. نعم. أثرت على نفسه. نعم. الشريفة. فأكد الله سبحانه وتعالى له هذا المعنى. فإن، أي فإذا كان الأمر كذلك، وإذا كنا قد أحسننا لك فيما مضى، فإننا نحسن إليك فيما بقي. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فتكرر العسر مرتين. نعم. والاسم المعرف إذا تكرر يفيد نفس المعنى، لكن الاسم النكرة إذا تكررت يتغير المعنى. أقول أعطيتك درهما فأنفقت درهما، بخلاف أن أقول أعطيتك الدرهم فأنفقت الدرهم. نعم. أعطيتك درهما فأنفقت درهما، فالدرهم الثاني يختلف عن الدرهم الأول. نعم. الأول. لكن لما أقول أعطيتك درهما فأنفقت الدرهم أو أعطيتك الدرهم فأنفقت الدرهم هو نفس الدرهم. تمام. فدل هذا على أننا أمام يسرين مختلفين. مختلفين. نعم. ولذلك أقول اليسر الأول يصاحب العسر، فما من محنة إلا وتجد فيها لطف من الله سبحانه وتعالى. نعم. بل إن الواحد منا يستشف اللطف في قلب المحنة. دائما استشف اللطف من الله سبحانه وتعالى في قلب المحنة وفي قلب الشدة. نعم. نعم. ثم إن هذه المحنة يتبعها منحة، وهذا العسر يتبعه يسر. صحيح. فهناك يسر يقارن ويصاحب هذا العسر، وهناك يسر يتبع هذا الايه؟ العسر. العسر. نعم. ولذلك يقول الشاعر: إذا اشتد بك العسر ففكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين إذا أبصرته فافرح. يا سلام. سيكون الذي قضي سخط العبد أو رضي، فدع الهم يا فتى فكل هم سينقضي. نعم. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب. نعم. وإلى ربك فارغب. نعم. كما قلنا هناك من أسباب التيسير سورة الضحى، كذلك هنا أيضا من أسباب التيسير التفرغ لعبادة الله. فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عملك الدنيوي فانصب إلى العبادة. نعم. وقيل: فإذا فرغت من الصلاة فانصب إلى الدعاء. يعني الإنسان يدعو ويستغل يعني هذه اللحظات بعد أداء الفريضة. نعم. في الدعاء بعض الناس ينصرف دون أن يدعو. نعم. والدعاء بعد الصلاة من باب التوسل بالعمل الصالح، أو من باب يعني بين يدي الدعاء. نعم. نعم. فقوله في الله فرغت فانصب، بعض الناس بعد ما ينتهي من عمله الدنيوي يذهب إلى المقهى يضيع الساعات. وهذا حال كثير من الناس، حتى عجت المقاهي بالناس، وحتى اتسعت المقاهي وكثرت
ويعني وطغت نعم. وكثر روادها بينما قل رواد المساجد نعم. فالله تعالى يقول لرسولي وحبيبي فإذا فرغت أي من العمل والجهاد والدعوة فانصب أي إلى ربك سبحانه وتعالى وإلى ربك فارغب. الإنسان يرغب إلى ربه سبحانه وتعالى، يطلب من الله سبحانه وتعالى، يرجو من الله سبحانه وتعالى. ففي أول السورة لم نشرح لك، وفي آخر السورة وإلى ربك فارغب. ممكن ناخذ سورة التين يعني فيما تبقي، ممكن نبدأ فيها على طول، خمس دقائق نبدأ فيها مباشرة. إن شاء الله يقسم الله عز وجل بهذه الثمرة والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. التين والزيتون، ثمرة التين ثمرة من ثمار الجنة ومن ثمار الدنيا لا يعني بذرة فيها، وهذا نعم. من يعني جمال هذه الثمرة العظيمة جدا نعم. فينوه الله سبحانه وتعالى على تلك الثمار وعلى فوائدها ومنافعها الصحية نعم. والغذائية نعم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وقالوا أيضا والتين والزيتون إشارة إلى المكان الذي بعث منه عيسى عليه السلام نعم. فلسطين نعم. أو بلاد الشام. وطور سينين جبل في سيناء بعث منه سيدنا موسى عليه السلام نعم. وهذا البلد الأمين بلد الحرام. ثم نقرأ في التوراة أشرق الرب من سعير نعم. وأقبل من سيناء وتلألأ على جبال فاران. يعني نفس هذه الآية جاءت ما يقابلها في العهد القديم ودائما سبحان الله من العجيب ومن دائما هذه البشارات لا تزال باقية نعم. مع ما داخل هذه الكتب من تحريف وتبديل نعم. فالله تعالى يقسم بهذه الأماكن الثلاث، المكان الذي بعث منه عيسى عليه السلام، والمكان الذي بعث منه موسى عليه السلام، والمكان الذي بعث منه نبينا عليه الصلاة والسلام الذي وصف بقوله وهذا البلد الأمين نعم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، تقرير لهذه الحقيقة نعم. الله تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة، وخلقه مهيئا ومعدا لرسالته ولمهمته ووظيفته في هذه الحياة نعم. ثم قال ثم رددناه أسفل سافلين أي نار جهنم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذه الصورة مثل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذا الإنسان الذي هيأه الله سبحانه وتعالى لهذه المهمة العظيمة ولهذه المنزلة الكريمة نعم. إذ به في المقابل ينشغل بسفاسف الأمور صحيح. وبتوافه الأشياء، ويعني لا يرقى بنفسه بل إنه يتردى حتى يكون مصيره إلى أسفل سافلين نعم. باستثناء أولئك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فاستثنى الله عز وجل أولئك من جنس الإنسان فلهم أجر غير منقطع. فما يكذبك بعد بالدين نعم. قالوا هذا الخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، ولما أقول هذا الخطاب لذلك المكذب أي فما الذي يجعلك تكذب بالدين نعم. كما قال ربنا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. يعني تجد في مقابلة نعم. نعم. تلك الآية وتلك الآيات وبين هذه الآية نعم. فما يكذبك أيها الإنسان بعد بالدين نعم. أليس الله بأحكم الحاكمين. ومن حكمته سبحانه وتعالى أن جعل يوم الدين يوم الحساب ويوم الجزاء، فهذا من حكمته سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. جزاك الله خير دكتور، يعني الوقت مر سريعا نعتذر يعني، ولا يسعنا في الختام إلا أن نشكر باسمكم فضيلة الدكتور أحمد محمد الشرقاوي أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، ونشكركم على حسن استماعكم، على وعد باللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.